Aloe vera. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي المشاهدين ومشاهداتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي كيف ما شفتوا معايا، مشيت قطعت شوية الخزامة وشوية ديال اليازير، والورد ما بقاش عندي لأن قطرته، وكانت عندي واحد الوردة اللي هي بيضاء، كاع دوك الوريضات اللي فيها حيدتهم وقطرتهم ودرت واحد الفاز غا ديال الورد هذاك ديال الجردة ديالي، كتبت عليه ديال البالكون ديالنا. أوكي، الفيديو ديالنا ديال هذا النهار بعيد عن الطبخ. اليوم بالنسبه لينا حنايا اللي في اوروبا ما عندناش الغاسول هنايا، ولا نسينا ما جبناهش من المغرب، يعني واللي متعودات عليه وداكشي. عندنا الحل باش كنصايبوه هنايا في اوروبا، انا بعدا كنصايبوه هنا في اوروبا، وهاد الفكره ديالي بغيت نتقاسمها مع كاع الاخوات اللي هنايا، اللي نساتو ما جابتوش، ولا اللي عزيز عليها وبغاتو من هنا وتصايبوه كيفاش دير ليه وداكشي، يعني من البدايه ديالو ممكن ديرو ولو انها في اوروبا، في ايطاليا بالضبط. هذا انا بعدا فين كاينه، ولكن تنظن هذا راه موجود مع دابا حنا دابا في اوروبا. اي حاجه بغيناها كنمشيو لامازون كنشريوها الا ما كانتش في المحلات. انا بعدا عندي هنايا في المحلات، المحلات الطبيعيه اللي كيبيعوا داكشي بيو. بالنسبه للاخوات اللي هنا في ايطاليا اللي غيسولوني منين شريتو، شريتو من ناتورا سي، هي ملي كتقدا منها انا كلشي اللي بغاتو راه غتمشي ليها وغادي تلقاه الطين. ها هو الطين الاخضر لارجيل فير، راه فيه كاع الالوان، فيه الابيض وفيه الاحمر وفيه الاخضر اللي بغيتو. هنايا كناخذ هذا الطين الاخضر، ها هو هو هذا، غنوري لكم الكونفيسيون ديالو هي الاولى، شوفوها هاد باش نهضر لكم عليه. اوكي، هو هذا الطين، هو بحال انا غنوريه لكم دابا، داير بحال الدقيق مطحون. شنو هو الغاسول؟ اصل ديال الغاسول اشنو هو؟ الغسول هو واحد الصخر، واحد الترصب كيكون حدا الويدان، تيترصب حدا الويدان، غير الويدان دوك الحاشيات ديالهم اللي كيفيضوا دوك الويدان، واحد وزنزله كيبدا يترصب، هذاك الترصبات كتكون تتولي صخور وكيولي طين، كيولي حجر وكيولي طين، ولكن غير حدا الويدان، ما كاينش، كيكونش في البحر، وكيكون بالالوان، كيكون يا اما اخضر ولا ابيض ولا احمر كيف ما قلت لكم. وهكا كيمشيو كيهرسوه الناس اللي محترفين في داكشي، وكيديروه وكيبيعوه، وحنايا كنخدموه العيالات بالطريقه ديالنا، كنسموه هكا وكنديروه للشعر ديالنا والبشره ديالنا وكلشي. هذا انا كنديروه نفس الطريقه كيف ما قلت لكم، هو هذا الطين كنشدوه كنسمو بهاد ثلاثه الاعشاب اللي عندي هنايا، عندي الخزامه كيف ما شفتوا معايا قطعتها، واليازير، وعندي هنايا الورد اليابس كيف ما قلت لكم، ما بقاش عندي الورد. غادي ندخلوا دابا للدار وغادي نوريكم الطريقه وكلشي كيفاش غادي نصايبو. يلا خليكم معايا. هنا كناخذ واحد الكاسرونه، ها هي عمرتها تقريبا بالماء، وغنوضع فيها هاد اليازير هكا ويدات. هذا بالنسبه للوجه، انا كندير فيه الوجهي، اللي بغات ديروا شعرها دير معاه القرنفل، دير معاه كاع الاعشاب، البابونج، دير كلشي داكشي اللي كدير، هي الخلطات، الحنه، دير الجاز، دير كلشي داكشي اللي كدير لشعرها، كلشي تخلطهم هنايا وتخليهم يغليو. غنخليه دابا حتى يغلي مع هنايا، باش انا بغيت هذاك الماء ديالو هو اللي محتاجه لي. ها انتم شوفوا معايا هنا دابا، ها هو الطين، هو هذا ديال بحال البصلانه بحال السيمه، شفتوا؟ اوكي، غندير هكا، غادي تهز كيلو، درت تقريبا شي تولوت ديالها هكا، هانتوما شفتوا كيفاش داير؟ ها هو، راه مزيان للبشرة بزاف، اللي عندها المسام كبار في الوجه ديالها بقاو ليها بالحبوب ولا متقبليها ولا، المهم المسام إلا كانوا كبار هو كيجمعهم، ولكن ماشي ديروه واحد مرة وتقول لي ما جمعش ليا المسام. مره في الاسبوع ديروه، على الاقل واحد 3 شهور ولا 4 تبقاو ديروه دائما، مره في الاسبوع ديروا معاه غير الماء، ديروا معاه البيض، ديروا معاه شويه الحليب، خلطوه باش ما بغيتو نتوما بما ورد، تخلطوا واحد شويه وكديروه ماسك لوجهكم، ما كتضحكوا ما كتكلموا ما حتى شي حاجه، ديروه وكونوا بوحدكم وبقاو مريلاكسين مرتاحين، مره في الاسبوع تبقاو ديروه وشوفوا النتيجه وردوا عليا الاخبار. اوكي، المهم انايا دابا، وانايا اكثريه كنستعملوا هذا، ما كنديروش معاه هكا، كنخلطو غير مع الماء، كنديرو الركابي ديالي كيمتص الرطوبه، الا كانوا كيضروك الركابي كل شي حاجه كيمتص ديك الرطوبه اللي عندنا في
في الرجلين ديالها. انا ملي كانوا كيضروني هي علاش اكتشفته انا وشريته اول مره على هذه السنين وانا كنستعملو على حسب الركابي ديالي، لانه وافقني قالت لي واحد الطليانيه داكشي اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال البيو، بقينا كنهضروا داكشي قلت لها راه كيضروني ركابي وهي تعطيه ليا، قالت لي هو راه ماشي خاص ليهم ولكن قالت لي راه مزيان جربيه وردي عليا الخبر. قالت لي راه تيدير بزاف ديال الحوايج راه مكتوبه فيه كاع داكشي اللي كيدار به وكلشي مكتوب عليه هنايا وانا نجربه صافي. ملي هو يوافقني الصراحه والبلاصه اللي كندوزو من رجليا ملي كنغسلو كتبقى بيضاء كيبان مفرق بحال تبرونزيتي، هذاك الشيء البرونزاج كيعطيك الكحل هو كيعطيك الابيض، كيعطيك البلاصه اللي كان فيها تتولي بيضاء حتى الوجه ديالكم الا درتوه راه ملي غتغسلو غيبان لكم وجهكم بيض كيشعل وغيبان لكم الفرق بين العنق مثلا وبين الوجه ملي غادي تغسلوه. اوكي يلا غادي تغلى معايا هذا المقله هذا الكاسرونه وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. ها هو تيغلي دابا هذاك سيرينا صافي غنطفي عليها. شفتوها ها هي كتغلي صافي طفيت عليها دابا النار وغادي نهزها وغنصفيها غنديرها هنا بهذا الشكل هذا. اوكي صافي وغنخلي هذا حتى يبرد. من بعد ما برد ليا هذا الخليط هذا هنا عندي الورد اللي قطرت معكم ها هو درت معكم الفيديو باش قطرته هذا الشيء هاد القرعه هادي هكا بسم الله. غنخلي لكم الرابط ديال الورد حتى هو اللي باقا ما شافتوش تشوفوا وكنخوي واحد شويه منه هكا لان مزيان البشره ورد هكا تقريبا ماشي غادي يضيع يعني غادي نستافد منه البشره ديالي. وكنبدا نحرك وغنضيف هاد الخليط ها هو حتى هو منه بهذا الشكل هذا وكنحركو حتى تيشربو مزيان صافي. وغنخليه واحد شويه جاني شويه مطلوق غنخليه واحد شويه غيشرب راه تيشرب دغيا ونتلاقى معكم ان شاء الله شويه واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش. هنا من بعد مرور 5 دقائق ولا ما كاملاش تقريبا ها نتوما تيعقد ما تيبقاش جاري تيشد راسو هكا. وخديت واحد الطاوه هنايا وفرشت ليها الورق بهذا الشكل هذا وكنوضعو فوقها. غادي نخوي هاد السوبيره كلها هكا صافي دابا وغادي نخليه هكا هاد الورق وغنخليه في شميشره غنهار كله هاد الحراره اللي كاينه دابا موجوده غنهار غادي يبس. انا راه كنديرو دائما في هاد الشهر ديال الصيف زعما باش تيبس دغيا. اما الا كان في الحال بارد وبغيتو تستعملوه ديروه في الفران ولكن الفران تتطفي وعاد ديروه فيه ما تحرقوهش راه كيتحرق ما ديروش في الفران هو شاعل. صافي دابا ونخليه هكا ونتلاقى معكم ملي يبس ان شاء الله. اخيرا ها هو وجد حطيته في الشمس لان هنا كاين الظل غنحطو دابا هنايا نجلس انايا هنايا وغنوريه لكم كاين الصداع برا هانتوما شوفوا معايا هذا هو اللي مهم تشوفوه هانتوما شفتو هاو راه يبس هكا تتقطعوه نتوما على الحساب اللي بغيتو هكا تتكسروه بيديكم شفتو راه يبس دابا مزيان. اعتذر عن الصداع كاين عند جيراني لتحت كينقيو في الجرده صافي درتو دابا في القرعه كيف ما كتشوفوا معايا. غنهز دابا واحد شويه هكا على حساب دابا باش ما نضيعش الوقت وغنخوي عليه ماء الزهر ولا ماء الورد ماء الورد هذا ماشي ماء الزهر هكا وغنخليه شويه يرطب ليا هنايا غنكمل هذا كله غادي نخويه هنا. غادي نخليه يرطب هذا الماء الزهر غيرطب معايا مزيان باش غادي نديرو الوجه عندو 5 حتى 6 ديال الدقائق كاع دغيا كيرطب راه مكيتعطلش وغادي نديرو معاكم الوجه باش غتشوفوه معايا كيفاش كيجي. ها هو قرب يدوب ليا هذا هانتوما قاعد شويه هكا تجمعوا ليا دوك القاصحات هنا انا غنبقى نستمر هكا حتى ندوبهم هنا صافي. من بعد ما خلطت كلشي دابا غادي ندوزو على الوجه ديالي هكا بسم الله
هنا كيف ما كتشوفوا معايا دوزته على وجهي كامل، وقال لي واحد شويه، قال لي جاكمو انا نديرو، دارو حتى هو، انا درت هذيك الكميه شاطليه منها. شوفوا معايا دابا، هنا كيف ما كتشوفوا معايا دخلنا للدار، لان خصو يدار في الظل، هادشي يبقى في الظل باش ما ياثرش على البشره. وصافي ها هو، غنخليوه حتى تيبس دابا، وغادي نغسلو الوجوه ديالنا. بغيت نوري لكم كيفاش راه بلي راه درناه للبشره ديالنا، ونتمنى تجربوه حتى نتوما بالبيوت ديالكم وشجاعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد، باش تعرفوا بلي راه ساهل ماهل، يعني كيبغي غير القدره ديالكم اللي ما عندهاش الغسول كيعجبها ولا هكا، نفس العمليه حتى هي للشعر. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ان يعجبكم الفيديو. مع السلامه.